احنا عندنا تعاون مثمر جدا بين شباب الرياضه، يمكن بدا بالقوافل التعليميه. هم احنا جبنا المعلمين، هم صرفوا على الانتقالات والاقامه للمراجعات في جميع المحافظات. كمان البروتوكول الجديد اللي موجود حاليا ان احنا محتاجين نبني مدارس عشان نقلل الكثافه. هم محتاجين يبنوا مراكز الشباب بتاعتهم، هم عندهم الارض احنا عندنا الفلوس، فاحنا هنتعاون نعمل مدارس، نعمل مراكز شباب، وتبقى فرصه ان احنا اولادنا يقدروا يمارسوا الرياضه، وهم عندهم مدربين كمان يقدر نطلع عندنا ابطال جدد ان شاء الله. العقل السليم في الجسم السليم، ففرصه ان احنا نعلمهم، نعمل أنشطة، نجذبهم تاني للمدرسة، يطلع من عندنا أبطال جدد إن شاء الله. طبعا إحنا المجتمع المدني، على فكرة الفلوس اللي عندنا دي كلها من المجتمع المدني، كلها من المستثمرين، من رجال أعمال، كل دول هم الفلوس اللي موجودة عندنا في صندوق دعم المشروعات، هي اللي هتبني المدارس دي ومراكز الشباب. فأهلا بيهم، يعني أنا برحب بيهم. عندنا مبادرات كتيرة جدا للمستثمرين، لرجال الأعمال، لأهل الخير. عندنا جدد فصلك واكتب اسمك، ممكن أي واحد متخرج من مدرسة حكومية 6000 جنيه نجدد الفصل بتاعه ونكتب عليه اسمه. عندنا القرى الأكثر حرمانا من التعليم، بنحتاج حتة أرض عشان نبني مدرسة ذات الفصل الواحد، بتتكلف 250000 جنيه، رقم الحساب 70 70 70، البنك الأهلي المصري. ده هدف رئيسي من هذا التعاون. ليه؟ لأن دايما مراكز الشباب فيها مدربين، احنا عندنا طلبة غاويين يمارسوا نشاط، يبقى النشاط مقنن، ممكن يطلع من عندنا أبطال، وإن شاء الله يطلع من عندنا أبطال. وعادة الأبطال بتطلع من المدارس، هتطلع منين؟ بنحلها لأقرب مركز شباب، واحنا لسه يمكن قلناها في المؤتمر الصحفي دلوقتي، وكمان الحاجات اللي هي ملاصقة هنبتدي نعمل بروتوكول التعاون، ازاي يحصل التبادل والتدريب والتعاون، وكمان في الصيانة كمان، لان الملاعب تحتاج صيانة. التربية قبل التعليم، التربية والتعليم، متى يتم تطبيق الكتاب الاخلاق ويكون مادة الزامية، وهل الاخلاق تعلم ام تكتسب؟ تكتسب الاخلاق. يعني لو انت تفتكر ان احنا لسه قايلين دلوقتي ان احنا عندنا كتاب جديد اسمه القيم والاخلاق والمواطنه، الكتاب ده لتدريب المعلمين جميع المراحل، جميع المواد، يعني كل المعلمين هيتدربوا على هذا الكتاب، لان القدوه هي من المعلم. فاحنا لما يبقى هو يبتدي ينقل هذه الروح، ينقل القيم، ينقل الاخلاق، ينقل المواطنه للطلاب بتوعه. تاهيل المعلمين يا سياده الوزير في الفتره القادمه حضرتك شايفه هيبقى ازاي؟ احنا عايزين، عندنا مجهود جامد هنبذله مع المعلمين. خلي بالكم ان معلمين مصر من احسن معلمين العالم، لكن عايزين نحط الاطار الصح ليهم. كلنا عندنا قيم. بيسعوا دلوقتي للسفر بره، يعني انا حضرتك اخلص بس الاجابه. كلنا عندنا قيم، الشعب المصري طبيعته عنده قيم واخلاق، لكن الدنيا اتلخبطت شويه. فاحنا الكتاب ده التدريب اللي هنعمله علشان تنظيم العمليه، نبرز الحسنات.